أطفال غزة اللي الكل تخلى عنهم لغاية ما إسرائيل قتلت منهم حوالي 5500 طفل منهم رضع، وآلاف غيرهم بقوا عاجزين ومعاقين بسبب القصف الهمجي. والحقيقة دي صورة ساخرة مبكية في الوقت نفسه لحال أطفال غزة مع هدايا العرب في الكاريكاتير ده. أهو جايب لك شراب يا حبيبي وساعة و جيم بوي ده. اتفضل. والثلاثه طبعا الطفل مش عايزهم، ما عندوش ايدين يلبس الساعه ولا يلعب ولا عنده رجل يلبس الشراب. يا سلام على العبقريه، يا سلام على عبقريه الرسم، بدون كلمه ده حالنا. اللي بيحصل ده ملوش غير معنى واحد، ان العرب مهزومين، مهزومين نفسيا قبل ما ينهزموا في ساحات المعارك، زي ما كده ما حصل معاهم في 6 أيام في يونيو ساعة ما اتفضحت الجيوش العربية اللي سقطت في أيام قليلة قدام جيش الاحتلال الإسرائيلي وخسروا المعركة من قبل ما تبدأ. 6 أيام ما قدرتش جيوش العرب تقف قدام الاجتياح الإسرائيلي، بينما المقاومة وأهالي غزة صامدين 46 يوم على التوالي. وده مشهد علق عليه أستاذ العلوم السياسية الدكتور أمين فندي، وقال هل الدول العربية أو الدول العربية مجتمعة أو فرادي، أسئلة غزة، هل الدول العربية مجتمعة أو فرادي لا تستطيع فعل شيء يجعل إسرائيل تتراجع عن الفتوانة الإقليمية؟ أم هذه الدول تستطيع ولا تريد؟ أم أن هناك رغبة بدون إرادة؟ أم أن دوائر صنع القرار ينقصها محترفين أو مستشارين؟ أم كل ذلك؟ ظني أن الأمر ليس بهذه الصورة. ولكن كيف تفسر حالة التخبط إن لم نقل العجز الماثلة أمامنا؟ وهنا الحقيقة أرجعك لكلام الكاتب المصري محمد حسنين هيكل عن وهم الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، اللي قام على فكرة واحدة بس، انه جيش في وسط ضعاف، زي ما بيقول الاستاذ هيكل كده. اسرائيل بالفعل يعني بلد فريد في التاريخ، لا يستطيع ان يتحمل هزيمه واحده، هزيمه كبيره واحده لا يستطيع ان يتحملها. هزيمه معناها انتهاء المشروع، لانه المشروع قائم على فكره التمسك، نحن هنا ونحن قادرون. فاذا نزع عن اسرائيل مهابه قدرتها على الردع وقدرتها على القوه وعلى اخافه من حولها، اذا فقد انتهى وجود الدوله حتى ان ظل لها تواجد على الارض. وليه نروح لمأمون فندي وهيكل؟ ما نجيب اليهود نفسهم. المفكر اليهودي يعقوب كوهن اللي فسر علاقة ضعف الأنظمة العربية بقوة إسرائيل، بقاء إسرائيل مرهون بضعف الدول العربية. ده كلام المفكر اليهودي كوهن. بقاء إسرائيل، لابد أن تظل إسرائيل أقوى من الدول العربية. الجيش الإسرائيلي لتعداده قد كده، اللي نصه أو تلات أرباعه ده كله تقريبا عمال وصناعية ودكاترة وناس مش بتوع حرب يعني، دول لابد أن يكونوا أقوى دائما من كل الجيوش العربية. ليه؟ لأنه ده بقاء إسرائيل، وبالتالي لابد من إضعاف كل الجيوش العربية، وتبقى جيوش كده بتاعت إيه، مولد النبي، جيوش احتفالات، عروض عسكرية في الحتة حلوة كده زي مدينة نصر، نعمل عرض عسكري جميل، لكن مفيش حاجة تانية، ما تاخدش من الجيوش حاجة تانية. ده كان المشهد الأول اللي شفناه خلال 46 يوم، ان دي عروش على ما فيش، كروش، انهم وسود على شعوبهم، نعاج قدام اسرائيل. ده الواقع. اما المشهد التاني اللي كشفته احداث غزه فتقدر او تقدر يوصفه كلمات الشاعر مظفر النواب لما قال قضيتنا وان نفخوا الكلى وشرارهم جبلوا وصاغوا من قرارات وان طحنوا وان نخلوا لها ضرب مضيء واحد رب فلا لات ولا عزة ولا هبل قضيتنا لنا أرض قد اغتصبت قبيل ذهابكم للمسلخ الدولي وفد ارسلوا السكين وفد إنها أمل سيسمع صوتها وينتهي الخلل.
خلل مستمر على مدار 46 يوم. الأمم المتحدة نفسها مش قادرة تعمل حاجة. مدارس الأمم المتحدة في قطاع غزة بتقصف عادي زي الحلاوة. وقرارات ورا قرارات كلها فشلت في وقت الحرب. كلها ما قدرتش تعمل أي حاجة قدام إسرائيل. وانتهت إلى دعوة لتهدئة محدش برضو سمع ليها. اتفرج حضرتك على قرارات الأمم المتحدة مع حرب غزة. اتفرج كده، خش معايا، خش معايا، إيدك معايا، الله يخليك. فشل مجلس الأمن في إقرار أو هدنة بغزة يضعف آمال التهدئة. 17 أكتوبر اللي بعده، فشل مشروعي قرارين حول غزة وإسرائيل في مجلس الأمن. ده كان أول أكتوبر، ده قبل ده يعني. اللي بعده، بموافقة 120 دولة الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في غزة. 28 أكتوبر اللي بعده، مجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية ممتدة في غزة. 16-11 يدعو. ولغاية النهاردة يا حضرات، الأولى المتحدة أو الأمم المتحدة واقفة تتفرج ولا قادرة تعمل أي حاجة لإسرائيل. الأمين العام للأمم المتحدة بيخرج عشان يعلن أنه بيرفض تحمل مسؤولية حماية غزة بعد الحرب، وأن أمريكا حامي إسرائيل والدول العربية هم اللي مسؤولين عن القصة دي زي ما بيقول كده. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يفكر في فترة انتقالية، ولا أعتقد أن نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة هو الحل. أعتقد أننا بحاجة إلى مقاربة بين عدة بلدان وكيانات، فالولايات المتحدة من بين هذه الجهات الفاعلة باعتبارها الضامنة لأمن إسرائيل، والدول العربية المجاورة في المنطقة مهمة للفلسطينيين. العالم لا يعترف إلا بالأقوياء، لأنه الضعيف بيتاكل. ده عصابات دولية، أحد الفلاسفة سماها اتحاد العصابات الدولية. دي مش دول، دي اتحاد عصابات، والله أحد الفلاسفة سماهم كده. ما بيعترفش العالم في العصابات دي غير بالقوي. غابة مليئة بالوحوش زي دول كتير قوي، منهم ولاد العم اللي ما بيفهموش وما ينفعش معاهم إلا القوة، وده اللي حصل معاهم في حرب 73، وبرضه ده اللي حصل معاهم دلوقتي في غزة. ده المشهد الثاني، أنه عالم لا تقول لي قوانين ولا محكمة جنائية ولا محكمة العدل الدولية ولا أولى المتحدة، عالم لا يعترف إلا بالقوة. بلطجي تقدر تعيش، هتقعد بقى تسبل وتدبل وتنحنح. ده الكلام ده تعمله مع نادية لطفي، مع أي ممثلة حلوة كده لطيفة تقعد تسبل لها، إنما تسبلهم تفرق كتير قوي.